كان ابن كاهن وليه كلمة مسموعة جدا وسط الشعب وعمل أعمال عظيمة. في سنة 1525 ميلاديا وخصوصا في عهد السلطان العثماني سليم الأول، اختار الآباء المطرنة والأساقفة الراهب رفائيل السورياني عشان يكون هو البابا غبريال السابع البطرك 95، وهو أصلا كان صعيدي من أهل منشية أبو عيشة بجانب دير المحرق، وأبوه كان الكاهن القمص جرجس رفائيل كاهن كنيسة ماركوريوز. اتولد رفائيل في الصعيد لكنه اتربى في القاهرة بسبب خدمة أبوه في كنيسة ماركوريوس بمصر القديمة، وترهبن في دير السوريان واختار نفس اسمه العلماني رفائيل وترهبن باسم الراهب رفائيل السورياني، وقعد في دير السوريان لحد ما اختاروه بطرك. ولما اترسم بطرك عمل أعمال عظيمة جدا في البطريركية. كان البابا غبريال السابع البطرك 95 بيحب أعمال البناء والترميم، رمم دير الأنبا أنطونيوس ودير الأنبا بولا. ولما جه عربان بني عطية اللي هم العربان في بني سويف ودخلوا على دير الأنبا بولا وخربوه وقتلوا راهب وشتتوا كمان الرهبان اللي فيه، عاد البابا غبريال ترميمه وتعميره للمرة التانية، واستعان ببعض رهبان وادي النطرون عشان يعمروا دير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، وكمان عمر دير الميمون. ودير الميمون هو دير الأنبا أنطونيوس في الجيزة، وعمر كمان ألالي دير المحرق، وكان إنسان معمر جدا، وكمان كان ليه كلمة ومهابة مسموعة وسط الشعب، وكان ليه نفوذ قوي وكان كل الشعب بيحترمه. كمان في عهد البابا غبريال الحبشة رجعت تاني لحضن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد أن انقطعت العلاقات بين الكنيسة الأثيوبية والكنيسة القبطية 80 سنة، لأن الملك الجديد الملك سجاد الأول رفض أن يتعامل مع البطرك البرتغالي الكاثوليكي، وقرر أن هو هيرجع لكنيسته الأم، وطلب من البابا غبريال أن هو يرسم له مطران، وفعلا البابا غبريال رسم له الأنبا يوساب الثالث، ورجعت العلاقات بين الكنيسة الحبشية وكنيسة مصر، ورفض الملك الحبشي ان هو يتعامل تماما مع الكنيسة الكاثوليكية. لما بابا روما شاف ان علاقته بالكنيسة الحبشية انقطعت والمحاولات بتاعته انقطعت، قرر ان هو يلجأ للكنيسة المصرية ويحاول يخضعها ليه، وفعلا بعت رسالة يطلب فيها من البابا غبريال ان هو يضم الكنيسة المصرية للكنيسة الكاثوليكية وهيديله كل اللي هو عايزه والسلطات اللي هو عايزها ويخليه البطرك على كل من المنطقة اللي موجودة حواليه. البابا غبريال استقبل الرسالة وقراها بهدوء ووقار ورد عليه وقال له ان هو مش هيقدر يميل قيد شعرة واحدة عن اللي تسلمه من ابائه، ورفض ان هو ينضم للكنيسة الكاثوليكية. ورجع الرسول بتاع بابا روما خيبان وفشلت كل أغراضه. البابا قعد 43 سنة على الكرسي، وخصوصا في سنة 1568 ميلاديا السلطان العثماني فرض على الأقباط واليهود ضريبة جامدة جدا عشان كان عايز يمد الجيش بتاعه ببعض العدد والمؤن. البابا حزن جدا وما كانش عارف يعمل ايه، وقرر ان هو هيرجع ويقعد ويعتكف في دير الميمون، قلتلكوا دير الأنبا أنطونيوس. ولما وصل البابا هناك تنيح وصلوا عليه ودفنوه تحت جسد القديس ماركوريوس في مصر القديمة. ودي كانت قصتنا النهاردة، وكان معكم كولوس كمال من حكاوي التياء، ومع السلامة.